رانيا، لان رانيا كانت ايوه والتقرير بيشتغل، هي كانت بتقول عندها تعقيب. كنت عايزه تعلقي على ايه؟ انا عندي تعقيب فعلا، يعني في التقرير كان بيقولوا ان نسبة العنوسة بلغت 13 مليون ونص، هو قالوا 11 تقريبا 11 بنت، 11 مليون بنت واتنين واتنين وش ونص اه شباب بالظبط. لتخطيهم سن ال 30. هو مين اللي حدد ان اللي عدى ال 30 من غير ما يتجوز بقى عانس؟ ويعني ايه عانس اصلا؟ يعني هو هقول لك هرد عليكي، وانا قولي باين انا مقتنعه زيك، هي التعبئه العامه والاحصاء هي اللي بتحدد، بس انا معاكي ان ال 30 مش شرط، يعني ممكن اكون ومين ليه قال اخد ان في اللقب حد على ال 30 يعني. مثلا، ومين اللي حدد ان في حاجه اسمها عنوسه اصلا؟ ما هو انا لسه دخله عايشه. قويه، لا ما هو انا لسه، دخله لا ما هو انا قويه. لسه عايشه ولسه فيا نفس، مين قال لك اني مش ممكن على سن ال 60 اتجوز؟ تعديتي ال 30 ولا لا؟ ما عدتش ال 30، انا 27 لسه ده تمام الشهر. سؤال قالوا لي اقوله لا لك. انا 27 لسه تمام الشهر اللي فات، يعني بس ما انت عنديش مشاكل. بتسبقي. لا مش فكره بسبق، انا الفكره نفسها. لا انا يعني ايه؟ معاكي، يعني انا ايه متفقه عانس؟ ويعني معاكي. ايه نفضل نضايق الناس وقطر بقى ومش قطر ونرمي وحاجات الناس من بقى؟ ويعني ايه قطر يفوتني؟ يعني ارمي نفسي ناخد تحتيه؟ القطر اللي بعديه يعني، ارمي ما فيش نفسي اهم. تحتيه عشان ما يفوتنيش؟ اقتل نفسي عشان ما يفوتنيش؟ لا انا متفقه معاكي بصراحه. لا لا معاكي هي بس جدا، كلمة وانا عنوسة اصلا اللقب ده بيضايقني. يعني خليني اقول لك على حاجه، انا ما بحبش حد يرمي على حد القاب حتى مع الرجل، يعني فكره برضه يقول لك فاتوا القطر، ايه ايه جبتوا منين لا، المصطلحات ومفيش راجل الغريبه دي بيعنس، خالص. الراجل يتجوز اي وقت. طب ما البنت كمان تتجوز اي وقت، صح، هو عشان الخلفة؟ طب دلوقتي ده بقى بدل في الوقت، اساليب ده المساواه. متطورة تقدر ايوه هي تخليك دي خالف عند ال 50. المساواه، ده اللي احنا بنطالب بيه. اكيد طبعا.